قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات حلقة جديدة بعنوان الأردن والمعمدان النبوة والمسيرة. استضاف خلالها الخوري جوزيف السويد كاهن الرعية المارونية في الأردن الذي أعرب عن سعادته بخدمته الكهنوتية في هذا البلد المقدس موطن الشهيد يوحنا المعمدان، مشيدا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بالدفاع عن المسيحيين في المنطقة العربية والأرض المقدسة. كونوا معنا. أبونا، عنوان هذا اللقاء الطيب، الأردن الوطن والمعمدان والنبوة والرسالة، أرض نبوة، أرض مباركة. رسالة الأردن اليوم كيف بتشوفها بعيني الخوري الرسول، بعيني الناشط، بعيني الإعلامي، وبعيني اللبناني الآتي ويحمل معه صوت بكركي؟ أنا جوزيف عين على وطني لبنان وعيني على غبطه، ويمكن حابب يكون صوته للآخر، صوت بكركاوي، صوت لبناني في الأردن، تقلن لأهلنا بالأردن بكل أطيافهم بكل مشاربهم بوجعهم وبما يمثلون في الشرق اليوم. أنا بدي أقول بالحقيقة هذا الوطن، هذه المملكة هي مملكة مباركة مقدسة ومملكة. لك أنا شو بقولها بكلمتي هيك وقت قلنا للعالم، نيالكن يا هالأردنيين، أنتوا رايحين من المملكة على المملكة، إذا بيتلقفوها هايدي أبونا. أنا بلبنان رح روح من الوطن على المملكة، مملكة بينال بالسماء، بس أنت تكون بمملكة بتعرف شو هالشرف؟ أنت اليوم بمملكة مقدسة بأرض مقدسة، وقت إجا غبطوا خبروني أنه وقت شاف أم الجمال الجمال قال لهم هيدي أم الجمال بدي سميها، زقف له مع وقتها معالي الوزير. لما شاف أم الرصاص شاف نهر الأردن، شاف هالمدن قديش فيها عن جد تربة مقدسة، تراب مقدس، قديش بالحقيقة عبر الأردن بارك الرب وقت الراح وإجا ويوحنا دل بأصبعه اليوحنا وقال لهم هيدا هو، هيدا هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، ولمن بيل بالسماء قال لهم هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا، أو هذا هو ابن الحبيب هون الذي عنه رضيت. هون أنا بدي أقول لكل أردني، أنت ابن مملكة الآب بينال بالسماء، مسلم كنت أم مسيحي، عندك بي بالسماء عم بقول عنك أنت ابني.